اليوم كيف سائر دول العالم كنحتفلوا بهذا اليوم هذا اللي كيبدا من اليوم، والمغرب كيكون هو اول دوله كيبدا الاحتفالات ديالو اللي كتبدا كتوصل حتى 26 في هذا الشهر. هذا اليوم العالمي للتبريد هو يوم كنبغيو نوضحوا فيه الاهميه ديال هذا الميدان ديال التبريد، هذه المهنه هذه اللي كتدخل في جميع المجالات ديال الحياه اليوميه الصناعيه، كذلك في التطبيب، في صناعه الادويه، في الصناعه البتروكيماويه. وكيحضر معنا اليوم لتخليد هذا النهار هذا هو الشخص اللي انشأ هذا اليوم العالمي للتبريد اللي هو ستيف جين، هو انجليزي، وكيشرفنا هذا النهار هذا وانه كيحضر معنا هنا في المغرب. كذلك كيحضروا الشركات وكيحضروا معنا مكاتب ديال الدراسات، كما كيحضروا الشركات اللي كتعمل في هذا الميدان هذا ومراكز التكوين اللي كتنشط في هذا الميدان هذا. كذلك كنبغيو نبينوا في هذا النهار هذا الاهميه ديال التكوين اللي باش يكون لا كونتينيتي، يعني التواصل مع في هذا الميدان هذا، لان عندنا كيف سائر دول العالم كاين نقص في اليد العامله في هذا الميدان هذا، او اليد العامله المؤهله اللي يمكن لها تعمل في هذا الميدان هذا.